طبعا مفيش شك ان السياحه معادله اقتصاديه مهمه جدا في اي بلد في العالم، مش بس معادله اقتصاديه خاصه بالدخل القومي، هي كمان في الاصل معادله في فن التعامل الراقي مع السائح اللي جاي مخصوص عشان يزور بلدك. الكلام ده بنقوله ليه؟ طبعا هو الكلام ده مهم بالنسبه للناس اللي شغالين في السياحه، فهم عارفين، يعني الناس اللي شغاله في مجال السياحه عارفين المفروض يتعاملوا ازاي، عارفين كمان الكود اللي بيمشوا عليه او الاتيكيت، فن التعامل مع السائح بيكون عامل ازاي. لكن من الواجب كمان يكون عند كل مواطن، اي حد مش شرط يكون شغال في مجال السياحه، لازم يكون عنده قدر من الوعي في كيفيه التعامل مع الضيف اللي جاي عشان يزور مصر، واللي بالمناسبه ممكن يقابله في الشارع، يعني مش لازم ده يكون شغال في مجال السياحه او قريب حتى من الاماكن السياحيه والاثريه، لا ممكن يصادف ان هو يقابله في الشارع، فلازم يكون عارف كويس جدا ازاي يتعامل معاه. فن طريقة المعاملة الراقية مع السائح هو ده واحد من الأسباب اللي ممكن تكون سبب في زيادة عدد السائحين. الضيف لما بيجي في بلدنا ويشوف مواقفنا الجدعة ويشوف بقى أسلوبنا المحترم في التعاون، أول ما يرجع بلده هيلاقي أنه فعلا اتعامل معاملة كويسة جدا، هيقدر يقول وين ويقول المواقف اللي عاشها وكل كلمة طيبة اتقالت له، ومش بعيد كمان يوثق المواقف الإيجابية دي لفيديوز عشان يقدر يوريها لأهل بلده، ونلاقي بقى السوشيال ميديا بتتكلم عن قد إيه جدعانة المصريين وطيبتهم وقد إيه هم مضيافين. طبعا وده معناه إن هم كده هيبقوا سفرة للسياحة المصرية، وإحنا بندور على أساليب جديدة للترويج، ده أسلوبه من أهم الأساليب كمان، لأنه من البلد، يعني هيجي ينقل تجربته اللي عاشها هنا في مصر لأهله لجيرانه للمحيط بتاعه. فاللي بيحصل في المحافظات والمدن الجاذبة للسياحة عن طريق الموظفين والعمال اللي شغالين في هذا القطاع، دول عارفين قواعد الاتيكيت الخاصة بالتعامل مع السياح، عارفين ودارسين سلوكيات وثقافات كمان الدول بشكل علمي، مدركين كويس قوي لطبيعة شغلهم ووظيفتهم اللي قبل ما تكون وظيفة فهي في الأصل واجب وطني لخدمة البلد. إيمان، التعامل الراقي مع السائح اللي جاي يزور ويشوف بلدنا أكيد باين بشكل ملحوظ، باين قوي في انعكاس وردود الأفعال العالمية والدولية عليه. يعني مثلا امبارح موقع نيويورك تايمز الامريكي اكد في تقرير من تقريره عن السياحه ان مدينه الغردقه في محافظه البحر الاحمر ضمن اهم 52 مقصد عالمي على مستوى العالم كله. مش بس كده، ارقام كتير جدا بتعكس حاله الرقي والسلوك الايجابي المنضبط اللي ماشي عليه اهالينا العاملين في قطاع السياحه. على اي حال احنا النهارده ان شاء الله منا هيكون معانا فقره مهمه جدا هنتكلم فيها عن قطاع السياحه في مصر من زوايا متعدده. اول زاويه مثلا ما ينفعش نعديها غير لما نقرا تفاصيلها، تقرير النيويورك تايمز عن الغردقه، واما تاني زاويه فهتكون عن السلوكيات المنضبطه في التعامل مع السياح اللي جايين يزوروا بلدنا. بلدنا فيها مقومات سياحيه كتير جدا، فيها كل اشكال السياحه على مدار العام، فيها سياحه للصيف وسياحه للشتاء، فيها السياحه الثقافيه والدينيه والاثريه وخلافه. كل ده هيكون معانا النهارده في فقرات صباح الخير يا مصر. مره تانيه بنصبح على حضراتكم، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.